أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيئة نت: حملات اعتقال تعسفية تطال 71 مدنيا في محافظة واسط. وتصفح في المدى رئيس هيئة النزاهة يستقيل: لا تسألوني عن الأسباب. تحت عنوان في موقع كتابات: أبعد العراق عن النيران، لا تقف مع واشنطن ولا في صف طهران. ونقرأ في الجزيرة نت: إسرائيل تتحدث عن قصف إيراني وتمطر سوريا بالصواريخ. ونقرأ في العربي الجديد: بدء تصويت المغتربين العراقيين والقوات الأمنية وتسجيل مشاكل فنية. ونطالع في القدس العربي: نتائج رسمية تظهر فوز تحالف مهاتير محمد بأغلبية مقاعد البرلمان الماليزي. وأخيرا وليس آخرا، نطالع في الحياة: ترامب ينذر طهران بعواقب إذا استأنفت التخصيب. أهلا بكم. الأوطان لا تبنى بالشعارات الزائفة، هكذا عنوان الكاتب شاكر كريم عبد مقالته في صحيفة الزمان العراقية، إذ بات من الضروري إجراء تعديلات جذرية على سلوكيات وممارسات ومتناقضات خاطئة نعيشها في المجتمع، لكن يجب أن يقول الشعب كلمته. بعد أن أصبح لدينا وزراء كبار وأعضاء مجلس نواب ومسؤولون لا يمتلكون من الثقافة والعلم والجمال، يحرضون الشباب على كراهية الأدب والفن والفكر الإنساني، لا يعيرون أهمية للشعر والرواية والسينما والموسيقى والغناء، لا يقدمون ما يرضي الله والشعب وهم في قمة المسؤولية. فالمدن عبارة عن خربة والشوارع محفرة والأوساخ مكدسة بين الأزقة وفي الشوارع العامة، وطفح المجاري يختلط بماء الإسالة، مدارس من طين ومستشفيات بلا دواء وأفواج من العاطلين، والشوارع والتقاطعات تعج بأعداد المتسولين. من هنا يمكن القول إن القوانين وحدها لا تكفي ومهما تكن الأسباب، ولهذا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على ما يحصل، والبلد والشعب بحاجة إلى موقف فاعل وأكثر جدية حيال ذلك، ولا بد أن تكون حلول حقيقية وممارسة الفضائل قولا وفعلا التي يدعو إليها ديننا الحنيف على شكل سلوكيات لا شعارات يتغنى بها أصحاب الشأن وهم يمارسون الرذيلة بدلا من الفضيلة. السياسيون في خطبهم وحادثهم التي لا تغني ولا تسمن من جوع، يجب أن لا ننتظر توجيهات من أحد بعد أن وهبنا الله العقول التي نفكر بها ونتدبر بها ما يجري حولنا من أمور الحياة، وأن هذه الهبة من الله سبحانه وتعالى، من أحد الصفات التي تميز بها الإنسان على غيره من المخلوقات. والعجيب أن بعض الناس يحرمون أنفسهم التمتع بهذه النعمة التي منحنا الله سبحانه إياها، ولا نعرف متى يستفيقون. هل ننتخب الجيد من قائمة سيئة؟ سؤال يجيب عليه الكاتب ضياء الشكرشي في مقال بموقع كتابات، حيث يقول إن بعض المرشحين من الوجوه الجديدة من تلك القوائم هم مدنيون ووطنيون، فليسأل نفسه ما الذي دعاهم أن يرشحوا أنفسهم على تحالفات سيئة، أما إسلامية أو طائفية أو فاسدة. فلو قيل أنهم سيتحولون إلى نواب مستقلين غير ملتزمين بلوازم القائمة التي ترشحوا عليها، فهذا يعني أنهم يبدأون بداية سيئة من حيث عدم الصدق وعدم الالتزام بالعهود، وإما لأنهم يعتقدون أن هذا السلوك طبيعي ومنسجم مع التقاليد الديمقراطية، وهذا يعني أنهم لا يستوعبون تقاليد ومبادئ الديمقراطية، وإما أنهم لا يعلمون بسوء القائمة أو سوء رئيسها أو الحزب المهيمن عليها، وهذا يعني أنهم لا يتمتعون بمستوى كاف من الوعي. كما يجب ألا نكتفي بالعكس بالنظر إلى القائمة التي نراها الأصلح،
دون التدقيق في نفس المرشح لنتأكد من كونه كفؤا ونزيها وغير طائفي، سواء كان شيعيا أو سنيا، وليس من الذين يقحمون الدين في السياسة. أيتها العراقيات وأيها العراقيون، الحريصات والحريصون على عراقكم، لا تنتخبوا الذين دمروا العراق، الذين تاجروا بالدين والمذهب والمرجعية الدينية والمقدسات. لا تنتخبوا الذين أسسوا للطائفية السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية والحزبية. لا تنتخبوا الذين سرقوا أو هدروا المال العام وتحصصوا السرقات وقوت الفقراء. لا تنتخبوا الذين يحملون الولاء لولاية الفقيه الإيراني. إنجاز المهمة الأمريكية في العراق هو عنوان مقال نشره موقع الهيئات للكاتب وليد الزبيدي، حيث يتحدث عن الغزو الأمريكي للعراق وعن تداعياته المستمرة على المنطقة والعالم. إن العراق قد تم إنهاكه على مدى ما يقرب من 14 عاماً من الحصار القاسي، وأن حجم المعاناة الكبير قد ولد قناعة لدى العراقيين بقبول العام سام الذي يفرض هيمنة على العالم غير مسبوقة، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن العشرين، وأنه ليس ثمة خيار أمام العراقيين إلا قبول الواقع الجديد. إن القوة العسكرية الأمريكية الهائلة تفرض حالة من اليأس الكبير والقنوط على كل من يفكر بالتحرك ضد هذه القوات في العراق، خاصة أن العراقيين قد شاهدوا بأم أعينهم حجم هذه القوة وجبروتها وكيف حققت نصرا ميدانيا سريعا. وفي نظرة تحمل الكثير من السذاجة السياسية، استحضر الأمريكيون تجربتين سابقتين، هما التجربة اليابانية والألمانية بعد هزيمة البلدين عام 1945، وهذا ما أكده لاحقا بول بريمر ما يسمى بالحاكم المدني في العراق. ولم يتوقف هؤلاء عند التجربة الفيتنامية التي ألحقت قوات المقاومة بقيادة الزعيم الفيتنامي هوشي هزيمة منكرة بالولايات المتحدة عام 1975. لكن وبعد 15 عاماً على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن إنجاز المهمة في بلاد الرافدين، تبدو الصورة مختلفة تماماً عن تلك التي فرح بها بوش الابن. إيران مهما تبجحت وتباهت بصواريخها وميليشياتها ومفاعلاتها وعلمائها، تبقى دولة من دول العالم الثالث يصعب أن تسمح لها القوى الكبرى المهيمنة على العالم بأن تكبر أكثر من المقرر والمسموح وأطول من الزمن المقنن والمرسوم. والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حين قبل بالاتفاق النووي الإيراني بعيوبه الكثيرة والخطيرة، كان في أدنى درجات جبنه وكسله وخوفه من المواجهة الحازمة مع النظام الإيراني وغيره، فقرر ترحيل الصراع مع إيران إلى الرئيس الذي سيأتي بعده، ليختار بين تمزيقه واعتماد لغة القوة والحزم والحسم السياسي والاقتصادي وربما العسكري أيضا، أو القبول بإيران بكل شرورها وأخطارها على مصالح الولايات المتحدة. هكذا كتب إبراهيم الزبيدي في مقال بصحيفة العرب اللندنية. فإيران مهما تبجحت وتباخت بصواريخها وميليشياتها ومفاعلاتها وعلمائها، تبقى دولة من دول العالم الثالث يصعب أن تسمح لها القوى الكبرى المهيمنة على العالم بأن تكبر أكثر من المقرر والمسموح وأطول من الزمن المقنن والمرسوم. فتعالوا ودققوا معي في الخيارات المتوفرة للنظام الإيراني لمواجهة التحديات المستجدة والاستعداد لمعاقبة أمريكا ومواجهتها في العراق وسوريا واليمن على وجه الخصوص، وفي ظل العقوبات القديمة والجديدة وانعكاساتها على الإيرانيين. وحين يخاطب الرئيس الإيراني روحاني مواطنيه الإيرانيين بقوله إننا سنواصل التخصيب وسوف نستمر في أبحاثنا النووية، ولكن في الوقت المناسب وبعد التفاوض مع شركائنا، بعد أن كان قد هدد ترامب بعواقب وخيمة إن قرر هو الخروج من الاتفاق النووي، فهو يبرهن على حجم الارتباك الذي وضع فيه ترامب نظام الولي الفقيه، وعلى أن زمن المفاخرة بالصواريخ القادرة على ضرب البوارج الأمريكية وتهديد مصالح أمريكا في المنطقة وخاصة في الخليج العربي والبحر الأحمر والمضائق قد ولى وصار من تخرفات الماضي. معلوم أن نظام الخميني من أول وجوده لم يكن يختلف عن باقي أشقائه أبطال الثمن الباهظ من حكام الدول المجاهدة
المغرمة بالتصميم على تكبيد المعتدي ثمنا باهظا، ولكن بعد حين وفي الزمان والمكان المناسبين، اللهم لا شماتة، هكذا ختم الكاتب مقاله. لمن الطلقة الأولى؟ يتساءل الكاتب زهير قصيباتي في مقال بصحيفة الحياة اللندنية عن الحرب الإقليمية، هل هي مجرد سيناريوهات ومخاوف ورعب من ذعر أيام قد تأتي قريبا، ربما لتدشن الفصل الأخير الذي يمهد لخرائط جديدة شرق أوسطية؟ الأرجح أن حرب اليوم التالي لقرار سيد البيت الأبيض نفض يد واشنطن الاتفاق النووي الإيراني لم تعد وراء الباب، بل باتت في ساحات اكتمل مسرحها. وما زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو أمس إلا لتجديد كلمة السر مع الكرملين والفصل بين ضمان عدم الاشتباك مع قواته في سوريا، وما يمكن أن يتدحرج سريعا في دمشق تحت وطأة ضربات إسرائيلية كثيفة. واضح أن الحرب الإقليمية التي ربما كانت شرارتها الأولى في ريف دمشق ومستودعاته للصواريخ الإيرانية هي قرار أمريكي قاعدته خنق الاقتصاد الإيراني، وقرار إسرائيلي ينتهز فرصة مسرح اكتمل قد لا تتكرر. الرد على قرار ترامب ستختاره إيران أيضا إقليميا، ولا مفر من مواجهة طاحنة. لا يبدو أن جمهورية المرشد قادرة على التحكم بمفاجآتها انطلاقا من سوريا وامتدادا إلى لبنان واليمن. سيصعد الحوثيون حملة استهداف السعودية، لكنه خيار انتحاري. وأما انكفاء جزء من قوة حزب الله في سوريا إلى لبنان لمواجهة العاصفة فليس خيارا طوعيا، وأولى نتائجه تغيير قواعد الصراع التي أرساها الحلف الروسي والإيراني السوري على أرض منكوبة. صيف استثنائي لمن الطلقة الأولى قبل إعادة رسم خريطة الصراع في المنطقة وإعادة إيران إلى قواعد تسوية أمريكية روسية شاملة يريدها ترامب قبل ولايته الثانية. لطالما تعايشت إسرائيل مع نظام بشار الأسد رغم تعقيدات الحروب السورية وتحالفاته، ها هي تطرح الورقة الأخيرة لتتلقفها الروس إذا أرادوا تغيير وجه النظام الذي يرفض أي تسوية مع معارضي. حانت الفرصة الذهبية الآن، ضربات كثيفة لاقتلاع القواعد الإيرانية في سوريا المنكوبة بنظامها وحلفائها ولإطاحته بعدما أتاح لطهران تجاوز الخط الأحمر الإسرائيلي. ولكن بأي ثمن؟ إيران بجيشها وحرسها الثوري وأدواتها الإقليمية تتوثب، والأكيد أن طموحها رد الصاع بالصاع لترامب في مسرح النكبات العربية وبدماء عربية. المفترض أنه لم يعد هناك أدنى شك بأن هذه الحرب المدمرة المتواصلة في سوريا منذ 7 أعوام وأكثر هي حرب روسية، وأنه لولا التدخل الروسي السياسي والعسكري والاستخباري وكل شيء لكان هذا الصراع قد انتهى باكرا، ولما كان هذا النظام قد صمد حتى الآن، ولكان السوريون قد تمكنوا من تسوية أوضاعهم بالتفاهم وبالتنازلات المتبادلة وبالطريقة التي تمت فيها تسوية الأمور في تونس بعد إقصاء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وإجباره على رحيله هروبا إلى خارج البلاد بالطريقة التي لا تزال معروفة رغم مرور كل هذه الأعوام الطويلة، بحسب الكاتب صلاح القلاب في مقال بصحيفة الشرق الأوسط. وهنا يجب أن يكون مفهوما أن الروس لن يتخلوا لا عن قواعدهم ولا عن وجودهم العسكري الاحتلالي في سوريا، وأيضا ولا عن هذه الحرب المستمرة التي هي حربهم أساسا، والتي من خلالها يريدون تثبيت أقدامهم في المتوسط وفي شواطئه الشرقية حيث مصادر الطاقة الجديدة، إلا بتوجيه ضربة قاسمة لحلفائهم الإيرانيين وإخراجهم بأي ثمن من سوريا، لأن إخراجهم من سوريا يعني إخراجهم من بلاد الرافدين ومن لبنان ومن اليمن ومنعهم من التمدد في اتجاه المغرب العربي وفقا لمحاولاتهم الأخيرة وهكذا. وحتى يتم هذا كله فإنه لابد من استعادة تركيا إلى وضعها السابق قبل أن تستدرج لتصبح ثالث أضلاع هذا التحالف الثلاثي الذي لا يجب أن تكون أحد أضلاعه. وعليه فإنه يجب أن يكون واضحا ومعروفا أن عرب المواقف القومية الصادقة ما كانوا يريدون كل هذا التباعد الذي قد اقترب وللأسف من وضعية القطيعة مع روسيا الاتحادية
التي لغى كل هذه المكانة الدولية والوزن الدولي. الكاتب يختم مقاله ويقول: إذا ثبت أن الأمريكيين قد استفاقوا من غفلتهم وتداركوا الأمور قبل فوات الأوان ونفذوا ولو بعض التهديدات التي يوجهونها إلى إيران وأيضا إلى روسيا، فإن هذه المنطقة بمعظم دولها لن تصبح محمية روسية إيرانية أبدا، وأن الولايات المتحدة لن تواصل دفع ذلك الثمن الغالي الذي كانت قد دفعته ولا تزال تدفعه منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن بحسب الكاتب. بعيدا كل البعد عن السياسة، لأول مرة على الإطلاق اكتشف فريق دولي من العلماء كوكبا خارجيا خارج المجموعة الشمسية يخلو من السحب. واكتشف الفريق بقيادة عالم الفلك في جامعة إكستر في المملكة المتحدة نيكولاي نيكولوف هذا العملاق الغازي الساخن باستخدام تلسكوب المرصد الأوروبي الجنوبي The Free Large Telescope الموجود في تشيلي. وحدد الفريق تركيبة الغلاف الجوي للكوكب الخارجي من خلال دراسته أثناء مروره أمام نجمه المضيف وقياس كيف أثر الكوكب وغلافه الجوي على الضوء الصادر من النجم، حيث ينجم عن ذلك طيف يمثل بصمة فريدة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.